بين معارك الطريق إلى صنعاء ومعارك الدبلوماسية لتمهيد الطريق إلى مفاوضات جديدة، يبدو استمرار الحرب لأيام وشهور هو الشيء الوحيد الذي لا تختلف عليه أطراف الصراع. هنا في أروقة الدبلوماسية يتردد صدى البحث عن جولة جديدة من مشاورات السلام، ويتحرك المبعوث الدولي في جولات مكوكية لإرجائها. لا يتوقف ولد الشيخ عن التجول أمام الكاميرات في العواصم الإقليمية وعلى طاولة مجلس الأمن وكواليس الدبلوماسية ضمن مساعيه لتهيئة المسرح الدولي والإقليمي لجولة مشاورات خامسة، لكنه وهو يدرك عدم قابلية الإنقلابيين التوصل إلى حل شامل ودائم يعرف بالضبط كيف تبدو الوساطة على حقول من الألغام، وكيف عليه أن يتحلى بسياسة النفس الطويل أمام طرف لا يقدر جهود الحل السياسي ويصر على الاستمرار في تعنته ورفضه لكل فرص السلام. الحكومة اليمنية هي الأخرى، وإن بدت غير متفائلة بنجاح الفرصة الأخيرة، تحاول الإمساك بكافة الأوراق عبر استثمار تقدم قواتها على الأرض والموقف الدولي الداعم للحل على أساس المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. لا يعرف ما إذا كانت دوافع الإرجاء استباقا لأي مغامرة يرتكبها الإنقلابيون فوق ما تبقى من خرائب اليمن، وقطعا لليد الإيرانية الموغلة في إشعال النار على الساحة اليمنية وخاصرة الخليج، غير أنه أيضا فصل سوريالي آخر تمتد ظلاله من صنعاء إلى جنيف والكويت، حيث تفاوض يبدأ وينتهي في مكانه. الجديد في هذه التحركات الدبلوماسية النشطة ما بدأ أنها بروباجندا سياسية، كشفتها التسريبات الأخيرة التي حملتها شبكة البي بي سي عربية إلى سطح الأحداث، والتي كشفت عما قالته إنها تفاصيل مبادرة كيري للحل في اليمن، وهي تسريبات سرعان ما كذبتها الحكومة اليمنية وواشنطن أيضا، واعتذرت على إثرها الخارجية البريطانية، لكن شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي لم تنفي أو تعلق واكتفت بنشر ردود الفعل. لا غرابة والحال هذا أن تلقي التسريبات بابا مواربا للتضليل وتسويق مبادرات غير موجودة في الأصل، لكن التفاعلات الدولية لا تستثنى من هذا المنح التصعيدي الذي يأخذ شكل الصراع ويثير استفهامات كثيرة عن الدوافع والأهداف.